طيب، بداية يعطيكم العافية جميعا. بداية قبل ما أبدأ، حنعيد قراءة الطلاب كلهم الآن، بس قبل ما أبدأ بدي أشكر الطلاب اللي كانوا معنا وقرأوا معنا سورة الكهف يوم الجمعة. الطالب ضياء أكرم من سابع دال، طالب صهيب أحمد سابع ها، طالب مؤمن زياد من سابع ها، وشهاب الدين أحمد من سابع واو، مصطفى عبد الباسط من سابع ها، وفيصل عادل من سابع ها، ومالك فؤاد سابع دال، أنس أسعد سابع واو، علي عبد الرحمن سابع باء، أحمد سعيد سابع باء، أحمد ومحمد أسامة سابع واو، محمد عبد اللطيف سابع ها، ميلاد رأفت سابع واو، أحمد خليل سابع واو، محمود جميل سابع ها، حمزي خليل سابع زين، يوسف فاروق سابع زين، محمد عاكف والحارث خميس سابع زين، سالم مصطفى سابع ها، عبد الله محمود سابع، مش عارف سابع فيهن، زيد حمزة سابع زين، محمد مخلد، عمر فراس سابع ألف، وعلي خالد سابع ح، طلال أمين سابع ح، آدم فراس سابع دال، وأحمد أسامة برضو سابع دال، أحمد محمد سابع واو، محمد كمال سابع واو. بدي أشكركم جميعا اللي قرأوا معنا سورة الكهف يوم الجمعة، وبتمنى يكون برضو التفاعل أكثر يوم الجمعة الجاي. إحنا عددنا تقريبا قرابة 150 طالب، اللي قرأوا معنا تقريبا 30 ل 31 طالب. بتمنى المرة الجاية يكون في تفاعل منكم، والإشي هذا مش إلي، الإشي هذا لكم أنتم. يعني الواحد يعود حاله على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة شيء كثير ممتاز وشيء قيم جدا. طيب، نرجع مرة ثانية ونعيد مرة ثانية قراءة عبد الله. وين عبد الله؟ يلا يا عبد الله اقرأ مرة ثانية، عيد مرة ثانية. My name is Abdullah. I am from Jordan. I was born in Zarqa. I am 12 years old. I am a student. I study in Al-Rashid Primary School. I have got two brothers and five sisters. My favorite food is mansaf. My favorite subject is Arabic. My favorite person is my brother. In my free time, I watch TV and play football with my friends. تمام يا عبد الله، شكرا لك، ما شاء الله عنك قراءة ممتازة وأداء ممتاز. شكرا يا عبد الله، حكيت لك أخذت 10 من 10 في أدائك، ممتاز جدا. نروح على هاشم. يلا هاشم، حنعيد طبعا كل حيقرأ هسه. تفضل يا هاشم. My name is Hashim. I live in Saifa. My favorite food is kabsa, and my favorite subject is Arabic. My father is my favorite person, and I hope to be strong and wise like him. ممتاز يا هاشم، كويس يا هاشم. برضو أضاف شوية، عبد الله كان أكثر شوي، يعني هاشم تأخذ 9 من 10، بس ممتاز، يعني قراءتك كويسة، في أخطاء بسيطة جدا لكن وضع كثير كويس. شكرا يا هاشم، 9 من 10 يا هاشم، ممتاز. بالمناسبة أنت بتحب الكبسة وإحنا كمان بنحب الكبسة، نشكرك أنك ذكرتنا بالكبسة. طيب مين كمان؟ يلا عمر أبو العز تفضل. My name is Umar. I love is Tusaifa Hay Rashid. My favorite subject is English. My favorite food is Uzi, and my favorite person is our messenger is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and I like my religion is Islamic. تمام. ممتاز يا عمر، كويس، يعني قراءتك شوي بدك تشد حالها، تشد شوي اكثر فيها خصوصا مع التدريب، كويس مناسب، يعني بتاخذ 8. شكرا يا عمر، كويس. طبعا احنا اللي باخذ 10 اللي بيضيف اشياء كثير على الاشياء على الكلام. عيد انا 8 و10 بيكون ممتاز، 8 9 بيكون يعني كانه علامه كامله، لكن اللي باخذ 10 هو اللي بيكون ضاف على الكلام اشياء جديده. اللي باخذ 8 بيكون ممتاز جدا، باخذ 9 برضه ممتاز جدا جدا، لكن باخذ 10 زي ما حكينا اللي بضيف. فشكرا يا هاشم، شكرا يا عمر، وشكرا يا عبد الله. نروح على احمد جهاد. My name is Ahmed. I am from Jordan. I live in Saifa.
I am 20 years old. I study English now. My hobbies are reading and swimming. I enjoy playing football. My favorite food is mansaf and hamburger. يا أحمد. أحمد جهاد أنت عمرك 20 سنة؟ أنت حكيت لي عمرك 20 سنة؟ أنت عمرك 20 سنة؟ ليش؟ أنت حكيت I'm 20 years old. آه 12 يا أستاذ خربات 12. يلا بسيطة يا زلمة مشي لك إياها خلاص بسيطة. يلا 12 أكيد 12 يا زلمة شو خليتها 20 سنة يا زلمة ختيرت حالك من هسا. شو حكيت لي what's your favorite food? What's your favorite food? What's your favorite food? منسف and hamburger. Hamburger. طيب لما تسميها لا تسميها هامبرجر سميها برجر تمام لأنه الهم معناها خنزير. بصير لحم الخنزير فأنت بسميها برجر هي اسمها برجر مش همبرجر. أوكي يا عبد أحمد. أوكي. طيب كويس يا أحمد برضو تأخذ 8 كويس. 8 يعني فول. 8 يعني فول مارك. ثمانية يعني ممتاز. حكينا العشرة بكون يعني مميز بأشياء تانية. طيب كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. ضياء شايفك شايفك ضياء لا تطول طول بالك شوي بس. كرم شوف الصوت عندك زبط ولا لا. لا ما في صوت كرم في عندك مشكلة لسه. طيب غير كرم. يلا مين جاهز. ليث يلا يا ليث. بعدين ضياء. يلا ليث كمل تفضل. My name is ليث. I live in وصيفة. طيب شوي ليث. My favorite. طول بالك ليث ليث. أول شيء كثير غلطوا فيها هاي my name's إشي. ما بصير أحكي my name's is. هي my name's هي نفسها محل is. فبحكي يا بحكي my name is أو my name's ليث مباشرة. ثاني شيء live live مش live أو love. I live يعني أنا أعيش فيه. طيب كمل يا ليث أو عيد من أول. My name's ليث. تمام. I live in وصيفة. My favorite food شاورما. My favorite sport My favorite subject is English. My favorite sport is football. My favorite Edrison is our messenger Muhammad. عليه الصلاة والسلام. تمام. Edrison مش Edrison هي بيرسون. طيب بتأخذ 7 يا ليث. عندك شوي مشكلة بالقراءة. عندك ضعف جهودك الفترة جاي بالقراءة. تمام. ماشي أستاذ. توعدني ضعف جهودك يا ليث. أي أستاذ. طيب تمام كويس ليث ضعف جهودك الفترة الجاي. طيب تفضل يا ضياء. My name is ضياء أكرم. I live in وصيفة. My favorite food is chicken and potato. My favorite Arabic and English. My love sport and football and video game. My hobby is swimming and reading. My favorite person is our Hamza, the Mister of the Mirtis. إيش أحد آخر عيد آخر جملة؟ My favorite person is our Hamza of Hamza the Master of the Mirtis. إيش تحكي أنت؟ شو الجملة اللي بتحكيها؟ انت مين شخصك المفضل؟ استاذ حمزه زي سيد الشهداء. يحكي حمزه احكي حمزه سيد الشهداء عادي احكيها زي هيك ما في مشكله. هسه الاشياء اللي بديننا احنا بشرعنا استاذ لو حكيت نفس ما هي ما في مشكله. يعني شو سمعت لما حكيت انا اور بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يعني الاشياء اللي الرئيسيه زي ممكن حمزه زي اسد الله مثلا او سيد الشهداء. ماي فيفرت بيرسون از حمزه سيد الشهداء. My favorite person is حمزة أسد الله. بصير تحكيها زي كذا لأنه مصطلح هذا
يعني زي مثلا سيف الله المسلول ما بصير ترجمها انت كترجمه، لا احكي خالد بن الوليد سيف الله المسلول حتى لو كان بالانجليزي، لان هاي لغتك، هاي لك عن دينك انت. فهم بيحكوا يعني هم للمسلمين، حتى المسلمين الاجانب بيحكوا بالطريقه هاي. تمام حمزه انا شايفك، لا تخاف، شايفك يا حمزه، انا انت وديت رسائل شايفك، انا شايف الجميع. طيب كويس يا ضياء، ضياء بتاخذ 8 برضه، بدك شد حيلك كمان بالقراءة، عندك شوية مشاكل كويس، لكن عندك شوية مشاكل بالقراءة، شد لي حيلك شوي. أنا كنت أحط لك 7 بس لأنك بتشارك دائما صارت 8. تفضل يا حمزة. Hello Mr. Talal, I am حمزة. I am 13 years old. I live in زرقاء. I am a student in Rashid School. I like playing football. My favorite food is mansaf. Wow, delicious. My favorite subject is sunny. Science. تمام. خلاص حمزة خلصت؟ أي أستاذ. أستاذ هيك زبط الصوت عندي؟ زبط الصوت، زبط. تمام. عشان من تلفون تاني عملت. طيب تمام. طيب حمزة أول شيء كويس، كويس يا حمزة. يعني بتأخذ برضو 8. 8 يعني بدنا كمان، بدنا جهد كمان، بدنا كمان شوية جهد. يعني ممكن الثمانية أخذتها لأن قراءتك ما كانت قوية كثير، بدنا إحنا أعطناكم وقت بزيادة عشان تتدربوا أكثر. يلا يا سالم. ما حد يحكي يا شباب، ما حد يحكي بالطريقة هاي، حكينا لكم ترفع إيدك مفتح لك المايك، تفتح المايك بتحكي، ما تحكي بالطريقة هاي رجاء، ما حد يحكي رجاء. سالم تفضل يا سالم. My name is Salem. My from in Jordan. I live in Al-Rusayfa. My favorite food is mansaf. My favorite subject is Islamic education. My favorite playing is football. My favorite person is our messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and I like to following his sunnah. I want to become a surgeon. طيب اول شيء بشكرك، برضو بشكر كمان اللي جنبك. بتمنى تتدرب عليها مره جاي لحالك يا سالم. تمام. كل ما دربت اكثر كل ما كانت قراءتك احسن بالمرات الجاي. ماشي سالم. يعني ممكن الواحد يغلط غلطة أو غلطتين. وين سالم راح؟ مش مبين. هاي سالم موجود. ممكن الواحد يغلط غلطة أو غلطتين ما في مشكلة، بس عندك أخطاء كثير وطبيعي، بما أنه اللي جنبك ممكن يساعدك أكثر وانت مش أمام المعلم، لكن بدنا تشد حيلك أكثر. ماشي سالم. يعني سالم تأخذ يعني أداءك كويس، تأخذ 7، لكن بدك تشد حيلك. بعرفك شاطر، أنا صراحة أنا بعرفك سالم شاطر. أنت كنت بالبرلمان السنة الماضية صح؟ صح سالم؟ طيب كنت رئيس برلمان، يعني يفترض انت يعني اشطر بكثير منك بالقراءه، يعني باللغه الانجليزيه. اول شيء القراءه، اول شيء القراءه. اوعدني تشد حالك ان شاء الله. توعدني؟ بوعدك. خلاص تمام. بدي المرات الجايه تكون قراءتك احسن من هيك. يساعدوك ما في مشكله، لكن مش وانت تقرا، يعني قبل ما نيجي عند القراءة اقرأ قدامهم مرة ومرتين وعشرة وعشرين، ما في مشكلة. لكن عند القراءة اقرأ لحالك وكون واثق من نفسك، حتى لو غلطت ما في مشكلة، اغلط. كلياتنا بنغلط عشان نتعلم. طيب تمام، نروح نكمل مع بعض، نشوف كمان واحد جديد. طبعا كل حيقرأ ما تخافوا، ومعناش وقت كثير، بس يعني يلا يا أحمد سعيد تفضل. أحمد سعيد لسه في مشكلة، ما في صوت، عندك مشكلة بالتلفون. لو طلعت وفوت مرة اطلع مرة ثانية وفوت وجرب مرة ثانية، يزبط معك بلكي يزبط. طيب غير ميلاد عيد مرة ثانية. My name is ميلاد رأفت. I was born in Palestine. I am 12 years old. I love sport and playing football and I like eating any kind of food. I like traveling somewhere like Philippines, Palestine and Cyprus.
In my school days, I like to write and read Arabic and English. When I grow up, I like to be doctor. That my ambition. I have younger brother named Rahim. Is great for student. تمام ميلاد، ضفت معلومات كثير كويسة، لكن أحكي لك شغلة. أنا بصراحة توقعتك ميلاد أشطر من هيك. أنت قادر تكون أشطر من هيك وأقوى من هيك بكثير باللغة الإنجليزية. المطلوب منك تضاعف جهودك كمان. يعني أنا أنت بالذات لازم ما تكون زي هيك. بدك تضاعف جهودك كمان أكثر يا ميلاد. يعني أنت بتأخذ 10 ماشي، بس أنت يعني أنت بيتك أصلاً تطلب منك أن يكون يعني بالإنجليزي أقوى من هيك، صح؟ صح يا أستاذ. طب بدك تشد لحيلك يا ميلاد بالقراءة. يعني انت في مثلا هي مثلا زي فلسطين، هي باللغه الانجليزيه هي اسمها بالستاين، مش فلسطين، تقرا بالستاين. في بعض الاخطاء عندك صغيره بسيطه، يعني لو انه غيرك غلطها بنمشي له اياها، لكن ميلاد لا. لما يكون الانسان مميز بشيء معين لازم الواحد يشوف وين اخطاء عشان يتميز فيها، يكون وضعه احسن بكثير كمان في المستقبل. تمام، شكرا يا ميلاد، برضو اخذت 10. طيب مين شمعين كمان ما قرا بده يقرا؟ انا استاذ، انا محمود جميل. محمود جميل تفضل، انك حط رقم انت. تفضل يا محمود جميل. انا مو ضابط كان عندي. طيب يلا تفضل. My name is محمود جميل. I am 12 years old. My favorite subject is English. I like play PUBG. تحب PUBG يا حبيبي، الله يسعد لي اياك. طيب طيب خلصت؟ خلصت. طيب كويس يا احمد، تاخذ 8. طيب انا، لكن لا، ما حد يحكي بالطريقه هاي، لكن ما بنصحك تحب الببجي كثير. الببجي سبب خراب كثير منا للاسف، في عنا اشياء كثير ممكن نحبها غير الببجي. طيب تمام، شكرا لك يا احمد اللي قرا هسه. اقرا يا عبد الرحمن. قرات انت عبد الرحمن قبج؟ قرات يا استاذ. خلاص شكرا عبد الرحمن، بس قبل ما تطفي يا أستاذ. لا اقرأ مرة ثانية هسا، تفضل. My name is عبد الرحمن. I'm a student. I am 12 years old. I live in صيفا. My favorite food is جدرة. My favorite subject is science. My favorite person is Ibn Sina. Ibn Sina. تمام، شكرا لك يا عبد الرحمن. حكينا لك الملاحظات قبل شوي. تمام كويس، شكرا لك. آدم تفضل يا آدم. My name is Adam. I live in Rusaifa. My favorite is pizza. My favorite is spaghetti. My favorite your son Saddam Hussein. تمام. I like school. طيب انت آدم مدت لي القراءة تبعتك صح؟ استاذ. قراءتك كانت احسن من كثير من هيك. مالنا ليش هيك صرنا؟ يعني كويس، بس لك تشدي لحالك اكثر، لازم تقرا اقوى من هيك كمان. ماشي؟ ماشي استاذ. شكرا يا آدم. تمام، اقرا يا كرم. جرب يا كرم. بعديها احمد سعيد. كويس الصوت؟ كويس تمام. My name is Karam. I live in Rusaifa. My favorite food is burger. تمام. My subject is Arabic. My favorite person is our messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ممتاز يا كرم، شكرا لك. تأخذ 8 يا كرم. ممتاز، 8 يعني علامة كاملة تقريبا. طيب محمد سعيد تفضل.
محمد سعيد شكلنا اليوم مش هقدر نسمعك، مش ضابطة. إذا ما ضبط معك هيك سجلي الكلام تبعك، سجله على الواتساب ودي لي على الخاص. مين كمان بده يقرأ وما قرأ؟ خليل، يلا يا خليل. أستاذ كيف حالك أستاذ؟ أهلا وسهلا، تفضل. My name is Khalil. مش كليل، خليل. خليل. اسمك خليل يا كليل، مش كليل. My name is Khalil. I live in رصيفة. My favorite food is منسف. My favorite subject is math. تمام. My favorite present in our أيوة خليل، مشي مشي، يلا مشي خليل، مش عارف مشي خلاص. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. كويس خليل، تأخذ عندك مشاكل بالقراءة، بدك تضاعف جهودك بالقراءة. ماشي خليل، إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله، شد اللي حيلك. مين كمان؟ إن شاء الله. مؤمن، وبعد مؤمن مين كمان بدي يقرأ؟ مين بدي يقرأ؟ أنا أستاذ. مين بدي يقرأ وما قرأ؟ أنا مصطفى عبد الباسط. طيب ماشي مؤمن، بعديها مصطفى، يلا مؤمن. My name is مؤمن. My name. I live in صيفا. My name. مش names is. My name. My name مؤمن. I live صيفا. My favorite food pizza. My favorite subject Arabic. My favorite person is our messenger محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا يا مؤمن، ممتاز، جاب المطلوب كامل، كويس. جد حالك أكثر شوي، طفي المايك يا طلال. تمام. طيب نروح على مصطفى، يلا مصطفى. My name is مصطفى. I love in رصيفه. My favorite food is شاورما. My favorite subject is in English. My favorite person is messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم. I like play football. تمام يا مصطفى، يعني عندك مشاكل بسيطة بالقراءة، عندك بعض الكلمات فيهن أخطاء، لكن كويس بشكل عام، كويس يعني بتأخذ 8. مؤمن بتأخذ برضه 8 كمان يا مؤمن، احنا ما حكينا لكيش قديش، بس كويس يعني، بس عندك مجال تكون أحسن من هيك يا مؤمن. مصطفى عفوا. مين كمان بدي يقرأ؟ ما قرأ أو بدي يقرأ؟ أبو العز ما قرأت أنت؟ لا أستاذ قرأت، بس طول الحصة عشان أنا بدنا نطلع. يلا شوي ونخلص إن شاء الله. في حدا كمان بده يقرأ؟ في حد يقرأ يا شباب؟ علي؟ علي فنون تقرأ؟ مين كمان بده يقرأ؟ طلال تقرأ يا طلال؟ محمد عبد الوهاب؟ أنس أسعد؟ مش مبينين وينكم؟ ليف؟ ما في حد يقرأ هيك خلاص؟ طيب تمام، يعني ما حد حكى، إذا ما في بده مش يقرأ الشباب. بدي أشكركم مرة ثانية، ويعني كانت قراءة كثير مميزة عند بعضكم. محمد عبد الوهاب تقرأ؟ اقرأ يا محمد تفضل. محمد ثبت التلفون، التلفون بيتحرك كثير صوت حواليك، ثبت التلفون. My favorite subject is history. تمام. Because it talk about history and our country Jordan and another country. My favorite food is
My favorite food is fettuccine. My favorite food is fettuccine because it's delicious. بس شكرا يا محمد. أي شعب محمد أنت؟ ها سابحة. شكرا يا محمد. شكرا شكرا لك. طيب كويس تأخذ على مكان تأخذ 9 تقريبا. كويس محمد شكرا لك. مين كمان بدي يقرأ يا شباب؟ شكرا. مين بدي يقرأ كمان؟ مالك ما قرأت؟ لا أستاذ ما قرأت. فضل يا مالك. My name is Malik. I live in Zarqa. My favorite food is mansaf. My favorite subject is English. My favorite person is messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Our messenger sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. شكرا يا مالك. كويس كويس يعني تحضير كويس. تأخذ 8 أو 9 تقريبا. كويس يا مالك ممتاز. أحمد وين أحمد؟ تفضل أحمد. أيوة أحمد. أحمد يلا افتح المايك يا أحمد. افتح المايك بس علي افتح استاذ. يلا يا احمد اقرا. لسه مش سامعين صوتك يا احمد للاسف مش سامعين صوتك. اذا زي ما حكيت لك يا احمد تودي لي على الخاص زي ما حكيت لك. في حد يقرا يا شباب؟ استاذ انا كم جبت؟ مالك مش ذاكر والله مالك مش عارف ارجع الفيديو مش عارف صراحه مش ذاكر. طيب مش مشكله. في حد فيكم يقرأ يا شباب؟ أنا كم جبت؟ في حد يقرأ فيكم؟ أنا كم جبت؟ طب السؤال في حدا فيكم بده يقرأ؟ أستاذ؟ في حد فيكم بده يقرأ يا شباب؟ ما في حد يقرأ. طيب بشكركم مرة ثانية على جهودكم خصوصا الناس اللي حضروا وجهزوا وأضافوا على المادة. رح نحكي أكثر عن موضوع القراءة ورح نركز على موضوع القراءة في الأيام الجاي. فلما يكون في عنا قراءة رح نصير بالطريقة هاي كل غلط بتغلطه ينقص عليك علامة. عشان هيك أنت في البيت استغل وقتك واقرأ أكثر عشان تجيب علامة كويسة وعلامة كاملة في القراءة. في أي سؤال قبل نغادر؟ أستاذ أيوة كم جبت أنا؟ والله مش ذاكر بتحضر الفيديو كم جبت؟ اللي ما حكيت له علامة بيكون في عنده ملاحظات. اللي ما حكيت له علامة بيكون في عنده ملاحظات. ماشي تعرفين بعد شوية تحضر الفيديو مرة ثانية. طيب في حد عنده كمان إشي؟ شكرا لكم يعطيكم العافية. السلام عليكم. الله يفيد.